وللحديث عن الصراع السياسي في العراق قبيل الانتخابات القادمة والاتهام للميليشيات بتقويض سيادة الدولة، معنا من ملمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميضعي. أهلا بك معنا أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ لبيد. اللجنة القانونية النيابية في العراق تقول إن القوى السياسية المتنفذة في السلطة سخرت كل مقدرات الدولة لخدمة مرشحيها. وفق أي بند قانوني أتيح لهذه الأحزاب استباحة أموال الدولة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد هناك قانون بالحقيقة واضح فيما يتعلق بتسخير أموال الدولة والسلاح المنفلت من أجل تحسين صورة الناخبين أو من أجل تقوية حظوظ الناخبين في المرشحين في الانتخابات المقبلة. ما يجري في العراق منذ ما بعد الاحتلال، منذ الدورة الأولى وكل الدورات التي مضت، الدورات الأربعة الماضية، ما يحدث في عمليات الانتخابات بالحقيقة هي مسألة فوضى انتخابية لا تنطبق عليها أي شروط دولية أو أي شروط تحظى على المستوى الحد الأدنى من النزاهة. فلذلك نحن لا نستغرب أن تقوم هذه القوى السياسية المتنفذة داخل الدولة والمسلحة بأشكال الأسلحة والتي تمتلك أموالا طائلة، لا نستغرب بأن تقوم بمحاولة تحسين صور مرشحيها مستغلة هذه الفوضى وعدم الضوابط في العراق. إذن ما الغاية من التبني الدولي لتجربة أثبتت فشلها؟ حاليا العملية السياسية الحالية في العراق يجب من المنظور الإيراني وكذلك حتى من المنظور المجتمع الدولي يجب أن تستمر، لأن هناك مصالح دولية في العراق. الدول العالم، أوروبا، الغرب مستفيد من هذه الحالة في العراق، لأن العراق بلد غني، ليس دولة فقيرة. العراق بلد غني، لديه ثروات هائلة، ثروات نفطية هائلة، وهناك الأموال التي تتدفق إلى البنوك الدولية، بالبنوك أوروبا، بالبنوك أمريكا. هذه الأموال معروف جدا أنه هي أموال الفساد، فالعالم يريد يحاول أن تستمر هذه الحالة في العراق. إيران مستفيدة من العراق لكون العراق أصبح ركيزة أساسية في مشروعها الطائفي التي تتمكن من مد نفوذها وترسيخ نفوذها الراهن في خصوصا في سوريا وفي العراق نفسه. فلذلك هذه الدول تتضافر جهودها رغم أن هناك على ما يبدو تناقض في ما يتعلق ب ب ب ب بأهدافها. يعني نعلم أن هناك صراع بين إيران وبين أمريكا، لكن هناك توافق وهناك إرادة مشتركة بين إيران وأمريكا، وهناك دعوات أيضا يعني لإجراء انتخابات نزيهة مع علمهم أي يعني المجتمع الدولي أن هذا أو هذه الدعوات تكاد تكون مستحيلة في ظل ما يشهده العراق الآن. نعم بالتأكيد نحن نسمع هذه الدعوات، وهناك أيضا سمعنا خبرا عن أنه الحاح الإدارة الأمريكية على إجراء الانتخابات في موعدها، ويطالبون بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة، وهم يعرفون جيدا أن هذه المطالب يجب أن يقولوها، يعني يقولوا أنها نريد انتخابات نزيهة، لكنهم يعلمون علم اليقين بأن النزاهة لا يمكن أن تتوفر شروطها بشكل صحيح في داخل العراق في ظل هذه الأوضاع. يعرفون جيدا جدا أن السلاح المنفلت والمال السياسي والمال الأموال الفساد التي يجرها الفساد على القوى السياسية المتنفذة هي التي ستتحكم في النهاية بالنتائج التي يفرزها صندوق الانتخابات. يعلمون كل ذلك ومع ذلك يريدون أن تقوم الانتخابات في تاريخها. هذا يؤكد كلامنا بأن النظام الحالي بالحقيقة هناك إرادة مشتركة دولية وأقليمية ومصلحة في أن يستمر هذا النظام. بالسؤال هنا عن هذه يعني عن الميليشيات في العراق، ما الذي تريده من قوننة وجودها أو يعني من البرلمان بشكل عام، من الفوز بالحصة الأكبر بالبرلمان؟
الميليشيات كما نعرف، الميليشيات كلها بدون استثناء مرتبطة بإيران ومرتبطة بالمشروع الإيراني، ولذلك فالميليشيات ليست لديها إرادة ذاتية، هناك إرادة خارجية إيرانية هي التي تتحكم في سياستها، وإيران تطمع في تعميق وجودها ونفوذها في داخل العراق وتحكمها بالملف العراقي وبالعملية السياسية. لذلك نحن نتوقع بأن الميليشيات ستزداد شراسة وسيزداد ثقلها على الصعيدين، على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي. نعلم بأن الميليشيات الرئيسية في العراق لديها أجنحة سياسية، ولديها هذه الأجنحة لديها مقاعد في داخل البرلمان. إيران تطمح إلى زيادة عدد هذه المقاعد في داخل البرلمان لكي يكون لها دور أكبر في التحكم بالتشريعات، وبالتالي أيضا لديها نفوذ أكبر في داخل الحكومة وفي مفاصل الدولة الأخرى، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، الجيش والقوى الأمن الداخلي. وأنا أعتقد بأن إيران ستزداد حرصا وإلحاحا على تأكيد هذه المسألة وتعميق وتعزيز وجودها في داخل العراق من خلال هذه الميليشيات، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة أو التغيرات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان. إيران خسرت بالحديث هنا عن أفغانستان سيد لبيد، وبالربط بين العراق وبين ما يجري هناك في أفغانستان من سقوط مدون فعلا لواشنطن ولتجربتها هناك، هل يمكن التعويل على عملية عسكرية بهذا الشكل في العراق؟ لا، هناك اختلاف كبير بالحقيقة بين المشهد في أفغانستان والمشهد في داخل العراق. المشكلة في العراق مشكلة معقدة، هناك النسب، دعني أقول بصراحة أنها النسب، الإثنيات والأقلية والتباين الديني والقومي في داخل أفغانستان يختلف عما هو عليه في داخل خريطة الفسيفساء العراقية. هناك كلام كثير في هذه المسألة. المسألة المهمة الأخرى، الوضع الاقتصادي في أفغانستان غير الوضع الاقتصادي في العراق. العراق بلد كما نوهنا قبل قليل، بلد غني بالنفط، وهذه يعني صحيح هي نعمة، لكنها في نفس الوقت لديها وجه سلبي آخر، لأن الأموال المتدفقة، أموال الفساد، أموال البترول ممكن أن تستغل في مسألة شراء كثير من الذمم، خصوصا بأن نسبة الفقراء في العراق ارتفعت إلى أكثر من 40%، وبالتالي فأن هذه الأموال ممكن أن تستخدم من أجل شراء كثير من الضمائر وكثير من الأصوات. هناك مسألة مهمة الأخرى، هناك عوامل جدا ممكن استخدامها بسهولة، عوامل إذكاء، الفتنة الطائفية ما بين ما يسمى بالسنة وبين الشيعة، وهذه كلما ازدادت استعارا هذه الفتنة كلما ازدادت تخندقا للمواطن العراقي أو كثير من المواطنين البسطاء يتخندقون في طائفتهم من أجل ما يسمى بحماية أنفسهم، وبذلك تحدث اصطفافات رغم عدم قناعة المواطن، لكن تحدث اصطفافات خلف قوى سياسية طائفية لهذا السبب. هذه الإشكالية ليست موجودة على هذا النحو في أفغانستان نفسها. نعم، لذلك لكن ما حدث في أفغانستان المسألة جدا مهمة بالنسبة لإيران. إيران قلقة بشأن ما حدث في إيران، لأنها خسرت ركيزة أساسية من ركائز مشروعها الطائفي في داخل أفغانستان، ولديها كما يعلم الجميع لديها فصيلة فاطميون، وهي الفصائل المشاركة في داخل سوريا، لديها وجود قوي في داخل سوريا، وهي قامت بمجازر كبيرة في ضد الشعب السوري. هذا الفصيل وهذا المشروع سينهار قريبا، هو هزمت فاطميون، وركيزتها الأساسية التي كانت تريد أن تبني حالة على غرار حالة حزب الله اللبناني في أفغانستان انهارت. لذلك إيران تفكر في تعويض خسائرها بأفغانستان، تفكر أن تعوضها في داخل العراق. نعم، إذن كنت معنا عبر الهاتف.
من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض للبيد السميدعي، شكرا جزيلا لك.